بقلق بتوتر، ممكن كمان اضطرابات في جهاز المناعه، وبالتاكيد ده بيعرضنا لمشكلات صحيه متكرره زي مثلا نزلات البرد المختلفه، الانفلونزا، في ناس بيجي لها ازمات حساسيه صدريه، الربو، وطبعا كل المشاكل دي بتزيد لو المريض مدخن. هنحط بقى تحت مدخن دي 7 أو 10 خطوط، او حتى ممكن ان هو بيكون بيتعرض للتدخين السلبي او اللي هو الباسيف سموكينج. عشان كده فقره النهارده مع حضراتكم هنعرف من خلالها ازاي نقدر ان احنا نحمي نفسنا من الاصابه بادوار البرد والحساسيه المتكرره، خاصه واحنا داخلين بقى على فصل الخريف. كل سنه وحضراتكم طيبين. ضيفنا النهارده مع حضراتكم الدكتور محمود البتنوني، استاذ واستشاري امراض الصدر والحساسيه بكليه الطب. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحنورنا وسعداء بوجود حضرتك معانا. الشرف ليا يا فندم. ميرسي. ده الشرف ليا ان اكون مع حضرتكم. واحنا جدا يا دكتور. يعني خلينا نبدا من كلام جيسي كده، احنا يعني خلاص بدانا في بدايه يعني لفصل الخريف، وبنشوف حوالينا ناس كتير بدا يبقى عندهم ادوار برد. فلو حضرتك تقول لنا كده يا دكتور في البدايه ازاي نقدر نحمي نفسنا او نقي نفسنا من ادوار البرد اللي بدانا نشوفها، ويمكن نكون ايه هنلاقيها اكتر يعني الفتره الجايه. هي طبعا زي ما حضرتك بتقولي، طبعا ده بدايه فصل الخريف، بدايه تغير الفصول. تغير الفصول يعني تغير الباترن بقى بتاع الجو نفسه. ممكن ابقى حر الصبح ابتدي يسقع شويه بالليل، غير الناس متعوده في الصيف بقى طول الوقت قاعدين لابسين خفيف جدا صبح او بالليل والدنيا حر، فبيبتدي الـ هنا يعني البرد يصطاد المرضى بتوعه. فنزلات البرد هي عباره يعني تجنبها يكفي ان الواحد يستخدم الحاجات اللي هي المنصوص عليها بسيطه، يعني يبقى واخد معاه مثلا جاكيت خفيف في العربيه، يعني الدنيا ممكن تسقع بالليل. الصبح بيبقى حر، فهو اصلا نازل حران، نازل بنص كم، نازل بلبس خفيف، يبقى عارف ان هو هيدخل المغرب هيدخل بالليل عليه، يبقى معاه حاجه يقي نفسه بيها. ثانيا طبعا المناعه عموما بصفه عامه بقدر ازودها باكل صحي. نزود مثلا جرعه الفيتامين سي مثلا. الفيتامين سي ممكن ياخده كسبلمنت او ياخده من الفاكهه اللي موجوده. وما شاء الله الفاكهه المصريه كلها جميله ومليانه فيتامين سي، سواء من الجوافه او البرتقال او الليمون. يعني الحاجات اللي هي غنيه بفيتامين سي بلس المينرالز عموما، السلطه الخضراء في الاكل دي حاجات كلها مع التوازن في الاكل، في توازن يعني الاكل اللي هو الصحي. وبياكل كويس، مش نزود في النشويات والحاجات الاخرى، ياكل كويس كل مكونات الاكل اللي هي المطلوبه يوميا، منها النشويات ومنها الدهون، دي حاجات مطلوبه يوميا. لكن ده اللي بيساعد مناعته ان هي تبقى اقوى. حتى لو اصيب بفيروس يبقى جسمه قادر على التغلب على هذا البرد بطريقه سهله وبسيطه، ايفن من غير ادويه. طب لو اتكلمنا على الحساسيه، وعاده الفتره دي اللي بيكون فيها تغير الفصول في ناس كتيره جدا بتعاني من موضوع الحساسيه. وطبعا حضرتك طبعا عندك حق 100%، هو ده الفصل، بدايه الفصل اللي بيبقى المرضى الحساسيه بيبقوا قلقانين منه. بداية الخريف وبعد كده الدخول في الشتاء، نزلات البرد والالتهابات الفيروسية بصفة عامة والالتهابات البكتيرية بتؤدي ل aggravation of symptoms، أو الأعراض بقى تظهر وتظهر بوضوح. وفي بعض الناس اللي هم مش ماشيين على علاج منتظم للحساسية بتدخل بقى يعني بقى حضرتك كده بتتكلم على مرضى الحساسيه صح؟ مرضى الحساسيه طب احنا عايزين نفرق يعني في مرضى الحساسيه وفي ناس اللي هم هل الحساسيه هي مكتسبه ولا هي وراثيه؟ لا هي الاثنين. هي في وراثه وفي عائلات هتلاقيها باكملها تعاني من الحساسيه او اتوبي بصفه عامه. يعني ممكن الاب يكون عنده حساسيه جلد ومورث ابنه الاتوبي دي ممكن تكون حساسيه في الجلد، حساسيه في العين، حساسيه في الجيوب الانفيه، حساسيه في الشعب الهوائيه. فبالتالي بيبقى عنده استعداد للحساسيه، ودول اللي بيبقوا اكثر عرضه ان هم يصابوا بالحساسيه في الفتره دي. بالظبط، ان هو اي التهاب فيروسي ممكن يظهر الحساسيه الموجوده وراثيا. ايه الاعراض يا دكتور اللي زائد بتظهر عليه؟ برضو معلش هي بس حاجه بسيطه، هي عشان بس حضرتك ذكرتي اسبابها. في جزء وراثي وفي جزء مكتسب. يعني ايه بقى مكتسب؟ مكتسب يعني انا اصبت بالتهاب فيروسي لم يعالج جيدا، ابتدت المواد الالتهابيه تطلع، ابتديت اخد اعراض الحساسيه بتاعت الشعب الهوائيه لو لم اعالج جيدا. او مكتسب من طفل او زوجه بيتعرضوا لتدخين في البيت، او حد بيتعرض للتدخين تدخين سلبي. حد في البيت بيدخن، او في مكان الشغل مكان العمل تدخين، او الاتربه، او يعني حسب نوع بقى الشغل بقى، لو مثلا شغل في مصانع وفي تعرض لاتربه وابخره
ممكن تؤدي مع الوضع المستمر او التعرض ليها المستمر بصفه مستمره ان يظهر حساسيه في الشعب الهوائيه. وطبعا دي بقى ليها بقى اللي هو الاوكيبيشن ميديسن او الطب اللي هو الامراض المهنيه. ده بيبتدي بقى يعمل الفلاتر ويركب الشغل طبعا والحاجات دي كلها. مريض الحساسيه بيفضل مريض الحساسيه طول عمره ولا ممكن يتعالج وينهي على حساسيه من جسمه؟ ان احنا نقول يعني يشفى تماما يعني كلمه يعني مش صحيحه 100%، بس هي بتحصل. يعني هي بتحصل في هيئه كويسنس. كويسنس يعني نوم للحساسيه. العلاج المنتظم المستمر المضبوط المفصل لكل مريض على مقاسه وعلى قد الحساسيه اللي عنده. لا بتفرق كتير جدا جدا جدا. الحساسيه بتروح، اعراضها تماما بتختفي، اعراضها تماما، حتى لو اصيب بدور برد، حتى لو تعرض لحاجه يلاقي الموضوع جاي بسيط زيه زي اي بني ادم ما عندوش حساسيه. لكن لازم يفضل طول الوقت مستمر على الادويه لفترات طويله، لفترات طويله حتى تصل الى مرحله ان هي نايمه. الفترات دي سنه 2 3 5، كل واحد حسب الحساسيه بتاعته وقوه الحساسيه بتاعته. اهم الاعراض ايه دكتور يعني اللي بتظهر خصوصا في الفتره بقى اللي احنا فيها اللي هي فتره تغير الفصول؟ اعراض الحساسيه يعني هي طبعا اي حاجه يعني كصدر بكح. لكن النقطه بقى كلها الكحه امتى؟ كحه هتلاقيها اكتر وقت الليل او الصبح بدري. وقت الليل دي بقى مشكلتها ان هي بيفضل المريض بكح طول الليل، مش عارف ينام، يصحى الصبح بيتقلب بس جاست بتاع، يلاقي كحه اشتغلت وضيق نفس اشتغل، صوت صفير او تزييق في الصدر، افرازات من البصاق وتكون لزجه. فدي طبعا بتبقى بتدي احساس بايخ جدا لمرضى الحساسيه بالاختناق، ان هو مش عارف ياخد نفسه، مش عارف ينام، فبالتالي مش عارف يروح الشغل الصبح، مش عارف يروح المدرسه الصبح. فدي تبقى مشكله ان هي كمان بتؤدي الى يعني تاخير في الدراسه، تاخير في العمل، طبعا تاخير في التربيه، كل على حاجه ان هي بتاثر على اسلوب حياته كلها طبعا. بالتاكيد اكيد. طب حضرتك ذكرت في الحديث التدخين. ممكن الواحد يكون هو مش مدخن ولكن بيتعرض للتدخين السلبي زي ما حضرتك ذكرت، ازاي انا لو مثلا في بيئه او في بيئه عمل او في منزل وحد من اللي حواليا مدخن وانا مش مدخنه ولكن بتعرض للتدخين السلبي، ازاي اقي نفسي بحيث انا كمان ما اعانيش من الحساسيه؟ لازم اتخلص منه هو. يعني ما فيش لازم يعني ربنا يسهله ويبطل يعني ويعافيه، لكن هو لازم ما فيش تدخين في المنزل. حتى لو رب المنزل او المقيم في المنزل مدخن، يدخن بره البيت. ده طلب صعب يعني يا دكتور، يعني بره في البيت. ناس بتبقى بره البيت. لا مش صعب. بيجي الاهل الطفل او اهل المريض واللي يكون فيه مدخن في البيت بنتكلم معاه، يعني في اهم من اهلك ايه في الدنيا؟ فدول اهلك او اولادك او زوجتك او ابوك او امك، خصوصا لو بيتعبوا وبيتاثروا يعني من التدخين ده، يعني التاثير واضح. فبالتالي نقول له لا، يعني ما دام انت مصر ان شاء الله تبطل، بس لو مصر يبقى تدخن بره البيت، ما فيش تدخين جوه البيت نهائيا. اما بيئه العمل يحكمها القانون. يعني المفروض طبعا ال رئيس المكان او مدير المكان، وبعدين في قوانين تحكم التدخين في الاماكن المغلقه والحاجات دي كلها. مفروض يبقى فيها غرامات وفيها بعد كده كمان حتى بيقلل. يعني في دول بره لو حصل تدخين جوه مكان العمل ده فيها بنالتيز وفيها عقوبات عنيفه جدا، وهم حاطين لهم مكان بره يدخنوا فيه للتدخين. فيبقى ترقيته حتى في المطارات يا دكتور، في اوضه كده صغيره عامله زي الفران كده، اوضه الفران. وبعدين في نفس الوقت لو هو بيطلع كل شويه يروح يشرب سيجاره في مكان عمله ويرجع تاني، ده بيقلل من فرص ترقيته، وبيقلل من فرص يعني زمايله اللي ما بيدخنوش بيبقى فرص الترقيه اعلى. فده برضو حاجه نقدر نعملها تقلل. ما هو اما يبقى مضغوط طول الوقت ان هو مش عارف يدخن في البيت، مش عارف يدخن في الشغل، ده ممكن يخليه يقلع عن التدخين. يعني فده يبقى تساؤل يا دكتور اللي بيطرح نفسه، ازاي بعد كل السنوات دي والتحذيرات دي اللي محطوطه حتى كمان على علب السجاير، التدخين ضار جدا بالصحه والناس عارفه، والابحاث وكل حاجه، لغايه دلوقتي مش عارفين نوصل لحاجه تزيل او تمنع المتعه اللي هي بتخلي الناس تدمن السيجاره؟ وهو ده مدخن، ده غلبان. هو بالنسبه له بيبقى متعود على كم معين من النيكوتين، في ريسبتورز او مستقبلات معينه في الدماغ. دي اللي بتخليه بيمارس حياته بطريقه طبيعيه، يعني بيقدر يركز
بيقدر هل هو بيقدر يركز ولا هو متخيل كده يا دكتور؟ لا يعني هو مش متخيل انه بيمارس حاجه طبيعيه. ادمانه على الماده دي تخلي عدم وجود الماده بيفقده تركيزه. فبالتالي لما بتوصل تاني للليفل اللي هو او المستوى اللي هو متعود عليه يبتدي يقدر يركز. لكن هي في العادي لواحد غير مدخن ليس لها علاقه بالتركيز على الاطلاق، بل بالعكس في بعض الاحيان. لكن النقطه الاساسيه ان هي للمدخن المدمن للتدخين بتساعده على التركيز، عشان هو الماده دي لازم توصل للدماغ عشان بليفل معين وبقدر معين عشان يقدر يركز، يقدر يستوعب، يقلل الانجر والغضب والانفعال. فده للاسف هو مضطرره، فعشان كده بنقول هو غلبان، هو يعني مغلوب على امره. ايوه. طيب البدائل يا دكتور اللي ناس كتيره شايفه انها ممكن تبقى بديل للسيجاره مثلا زي الفيب والسجاير الالكترونيه والتبغ المسخن وكل الحاجات دي، هل هي بديل فعلا وضررها اقل؟ لانه ناس كتيره بقت تعتقد انه خلاص مش بدخن الشكل التقليدي، بدخن حاجه تانية، فانا مش هاخد نفس الضرر، خصوصا ان ما فيهاش دخان كبير. طب عايزين نمسك الموضوع ده بطريقه علميه واضحه. اولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا لازم المدخن يبطل. فالتبطيل هو الاساس، اما البدائل فدي بدائل مفروض ان هي تكون بديل مؤقت للامتناع عن التدخين. يعني حاجه باخدها كخطوه للناس اللي ما عندهاش الاراده، واحنا زي ما اتكلمنا في قبل كده ما قلت لحضرتك في ناس كتيره بتبطل السجاير بقرار، بيبقى عندها عزيمه واراده وعايز يبطل. في الحاله دي هو فعلا بيبطل. فبقرار منه بياخد القرار بيبطل تماما. لكن في ناس بتضحك على نفسها، او ناس بتبطل لفتره معينه ومع اي اثاره سواء غضب او سواء شغل او سواء فرح ايفن فبيرجع تاني للتدخين، فبيرجع لنفس العاده اللي هو معود نفسه عليها. فما لقينا في ناس بهذا المنظر وفي بدائل ابتدت تطلع للتدخين، ابتدينا ندرسها، نشوف دراسه، نشوف الدراسات اللي اتعملت عليها الطبيه. يعني اثبتت ان انا بدي، يعني هي البدائل كثيره، يعني سواء مثلا اقلهم ضررا ايه يا دكتور؟ هم كلهم شبه بعض. هو بيدليفر النيكوتين، بيدليفر الماده اللي المريض او المدخن محتاجها او مدمنها من غير الحرق. سواء بقى في النيكوتين جامز اللي هي اللبان بتمضغ لبان النيكوتين، الباتشز اللزقه اللي بتتحط على الجلد، الباوتشز اللي هي ما بين اللثه والشفه، التبغ المسخن اللي هو السجاير اللي بتتحط في جهاز بيسخنها. فبالتالي هي ما بتطلعش دخان، هي بتطلع ايروسول كده، نوع من البخار. وفي نفس الوقت بيدليفر، بيوصل النيكوتين للريسبتورز. يعني المدخن لو تبادل استخدام البدائل دي، هل مع الوقت ممكن هو يقلع عن التدخين تماما؟ ما هو دي النقطه، هو لازم يكون بياخدها كبديل مؤقت عن التدخين، وده اللي احنا بنقوله بقى. يعني خلاص احنا الهارم او الضرر الشديد نتيجه التدخين احنا عايزين نقلله. خلاص اوكي، يبقى مبدئيا بنقول احنا بنعترف كل ما نقلل الضرر كل ما يكون افضل. طبعا اكيد. يبقى ده خطوه اولى. الخطوه الثانيه، انا بقلل لك الضرر بس انا عايزك تحط دي مرحله انتقاليه، تشيل السيجاره المحروقه من ايديك وتتعود ان انت من غيرها. فتبتدي بعد كده ناخد بقى النيكوتين جامز او السجاير. عاده بتاخد منهم وقت قد ايه يا دكتور؟ هي في العادي بتهيالي مفروض ان هو يقدر يقلب عليها تماما حوالي 30 يوم او شهر. اوكي 30 يوم ان هو يقلب عليها تماما ويشيل السيجاره المحروقه دي من ايديه. تمام. النقطة بقى اللي بنشتغل عليها بنحاول المرضى بتوعنا ان هم يبطلوا خالص. فنبتدي نقول له قلل بقى. يعني قلل كمية النيكوتين اللي انت بتعتمد عليها بحيث ان الريسبتورز نفسها تقل، فاحتياجك للنيكوتين يبقى قليل. وبتشرب قهوة، ماشي اوكي، كافيين او شاي بيبتدي يرفع لك الكافيين شوية، يبتدي يعني يعمل لك نوع من الايه التوازن، بحيث ان انت ما تبقاش عندك الكريف او الرغبة الشديدة في التدخين بهذا المنظر. المشكلة ان في ناس بتدمن البدايل دي زيها زي ادمان السيجارة كده يا دكتور. ما هو انا بقول لحضرتك بقى كمان الاخطر واللي يهمني واللي يفرق معايا، ان في شباب صغير وفي اولاد صغيرين يبتدوا يشربوا البدائل دي وهم اصلا مش مدخنين.
فهي دي الحاجه للاسف اللي مضايقانا كاساتذه امراض صدريه او دكاتره عموما، ان في ناس بتبتدي ما هياش مدخنه تبتدي تاخد بدائل التدخين وتشتغل عليها وتدمنها. فيبقى كده احنا ما عملناش حاجه، يعني احنا كده دخلنا جيل جديد في التدخين بس بالبدائل بتاعته. فهي الاساس دلوقتي ان احنا لازم يبقى في توعيه كويسه جدا ان التدخين بكل انواعه خطر، وما فيش حاجه اسمها من غير ضرر، ما فيش اي ماده في الدنيا بنستهلكها بعيده عن الحاجات اللي ربنا خلقها لنا في الطبيعه غير بضرر. فهذا الضرر موجود اكتر في السجاير اللي فيها مولعه اللي هي المحروقه دي، واقل في البدائل، لكن ما يمنعش ان البدائل فيها ضرر مضربة. اقل بكثير لكن الضرر موجود. طب مؤخرا في اتجاه لدى الصغار يعني الشباب والكبار الشيشه، بيقول لك الشيشه دي برضو مزاج وضررها اقل كتير وبتديني نفس احساس او المتعه بتاعه السيجاره بس على اخف. طيب حضرتك بقى بتتكلمي على ايه بقى؟ حد بيدخن اوكيجلي يعني بصفه موسميه، اللي هو مش موسميه بحسب الاوكيجن او حسب المكان اللي قاعد فيه، مثلا خرج مع اصحابه فمره كل اسبوع مره كل اسبوعين، في ناس كده، ده انا مش هعتبره مدخن. لكن بقى بي 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 بيشربها بصفه يوميه او بيروح لها مكان مخصوص او بيجيبها في بيته عشان يشربها، طب خلاص ما هي نفس الحكايه، هو نفس مش الضرر ونفس التاثير يا دكتور، ضرر بشكل تاني. ان احنا ما نيجي نتكلم بقى على التاثير نمره واحد، طبعا التدخين اضراره كثيره ولا تعد ولا تحصى، لكن انا يهمني بقى المرضى السده الرئويه المزمنه اللي هي تسمى في العاميه برضه حسيه زي الحسيه بتاعت ربنا، لكن هي مختلفه تماما، ان هي تدمير مستمر للشعيبات الهوائيه الشعيبات الصغيره والحويصلات الهوائيه الاخرانيه، تدمير مع تليفات فيها، فبيحصل انتفاخ شديد في الرئه. فالعيان ده هيدخل في سد الرئه، زي يعني عنده حساسيه احنا كنا اتكلمنا وقلنا، وبيخف وبيتحسن وبياخد العلاج، ولو في حساسيه شديده في علاجات اخرى غير البخاخات الجديده، في انواع جديده وبيولوجيكال تريتمنت، علاج بيولوجي بيفرق كتير جدا مع المرضى دول اللي هم غير مستجيبين للعلاج التقليدي، يعني في منها امل الشفاء او العيشه يعني براحه طبيعيه. لكن مريض السد الرئويه المزمنه ده تدمير مستمر، وانس ابتدى التريجر بيفضل الديكلاين او النزول في وظائف التنفس مستمر. لا يقفه الا الامتناع، الا الامتناع عن التدخين مع بقى بعض العلاجات مع ممارسه العلاج الطبيعي او اعاده التاهيل اللي هو الريهابليتيشن عشان يقدر بالنادر. ولكن ممكن يتوقف يا دكتور لو حصلت الحاجات دي، يعني لو امتنع عن التدخين لو اخذ العلاج هيوقف الديكلاين. بصي هو طبيعي لكل البني ادمين في الدنيا في تدهور طبيعي لوظائف التنفس اللي هو الفسيولوجي الطبيعي على مدى طويل وبسيط جدا مع السن طبعا لغايه مثلا 80 90 سنه كل شويه عمال ايه التدهور ده. بالنسبه للمدخن بيبقى رابيد سريع ستيب كده نازل، لو بطل هيبتدي ياخد تاني المنحنى اللي هو القريب من البني ادم اللي ما دخنش. وطبعا ده عايز سنين طويله، يعني عايز 10 12 سنه. طب عايزين ندي امل لمرضى الحساسيه يا دكتور باحدث العلاجات المطروحه الموجوده دلوقتي. هو انا ذكرت منها دلوقتي ان احنا طبعا في، بصي هو العلاج الحساسيه لازم يمشي خطوات. اول خطوه العلاج التقليدي اللي هو البخاخات اللي هي تحتوي على الكورتيزون وموسع الشعب طويل المدى. فده العلاج التقليدي اللي بنمشي عليه مع بعض مضادات الهستامين وبعض زي ما بقول لحضرتك بنفصل العلاج للمريض على هذا الاساس. النسبه العظمى او السواد الاعظم من مرضى الحساسيه بيستجيبوا لهذا العلاج بطريقه كويسه جدا لو ملتزمين. فبالتالي بتلاقي حياتهم بتمشي بطريقه طبيعيه، وبتلاقي الاولاد الصغيرين عندهم حساسيه ابطال الجمهوريه في كل الرياضات. وبالذات اهلهم برضو بيبقوا عندهم التحدي والتشالنج ان هم عايزينهم كمان ابطال رياضه. صحيح. فهم فعلا بيدخلوهم في كذا رياضه، والولاد بيبقوا عاملين يعني ارقام احسن من زمايلهم اللي ما عندهمش حساسيه. نيجي بعد كده لجزء بسيط وده قليل للحساسيه التي لا تستجيب للعلاج التقليدي. فكان عندنا مشكله في كده، كانت المرضى بقى دي بتدخل مستشفيات في ازمات ربويه شديده، بتدخل بيضطروا ياخدوا ادويه كورتيزون عن طريق الوريد والفم بطريقه كبيره بكل مشاكلها والاثار الجانبيه للكورتيزون.
فمؤخرا ابتدى، هو مش مؤخرا دلوقتي بقى لنا 10 15 سنه، ابتدى يظهر انواع من العلاجات البيولوجيه. فبنشوف مثلا بيولوجيكالي مثلا ماده اسمها مثلا اي جي اي، في ماده اسمها انترليوكين كذا، المواد دي بنتارجت ليها دواء بيتاخد كحقن، يعني مثلا كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره حسب نوع الدواء. بيفرق كتير جدا 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 في المرضى الحساسيه الشديده اللي هي مش تبع التدخين، اللي هي لا تستجيب للعلاج التقليدي. وبنشوف بقى الناس بقى دول في الطوارئ وفي الرعايات المركزه، يعني في ازمات ربويه شديده، فدول عملت امل كبير وشفنا طفره كبيره جدا جدا في علاج هؤلاء المرضى. ده يدي امل لكل مرضى الحساسيه. بالظبط يا فندم.